السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الشركات الأساسية اللي هي الأكثر استخدامها المواطن، شركات المياه والكهرباء والاتصالات، مدراء أقسامكم الامتيازات اللي حصلوها لا تطلعوها من ظهر المواطن، لا تطلعوها من ظهر المواطن. انتم مريحين رؤسائكم مدراء اقسامكم بسيارات وبترول وشقة وبيت ومكالمات مجانية، لا تطلعوها من ظهر المواطن، خاف الله. اصبح المواطن ينام في الشارع، اصبح المواطن بلا ماء. وعندي بالاسماء، عندي بالاسماء مواطنين عندنا مقطوع عنهم الماء، مقطوع عنهم النت، مقطوع عنهم الكهرباء. الامتيازات اللي جالسة تعطوها موظفينكم ومدراءكم يدفعها المواطن، والغمكم تحملوا اسم عمان، عمانيين مع بعضنا البعض، ما ينتهي الحال. استخدام الأطفال في طلب المعيشة، أو أن واحد ينام في الشارع، ما عيب. ترى اللي ينام في الشارع بفواتيره ما عيب، أنتوا تعتبروا عيب؟ ما عيب. وين بيروح؟ وين بيصير؟ أطفال عنده في البيت ما عندهم كهرباء، أطفالكم أنتوا من الصباح ما مبند المكيف لليل، خافوا الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.